عندنا لكم اليوم واحد طابليت اسطوريه لو نوفو طاب بي 11 بلس. كنا درنا اخوان البي 11، هذه البي 11 بلس في واحد الكونفيغوراسيون خياليه. اول حاجه عندنا 6 جيجا في الرام، 128 جيجا في ستوكاج، فيها 11 بوس الاخوان اي 6 128، فيها 11 بوس بروسيسور نادر اخوان الهيليو جي 90 تي، الكواد سبيكر يعني فيها 4 ديال لي سبيكر، باتري كبير 7700 ملي امبير. يعني هاد المواصفات كاملين الاخوان راه كيبقاو يعني شي حاجه خياليه في هاد الثمن اللي غادي تسمع. زائد الاخوان ان الشارجر اللي كيجي مع 22 واط، شوف معايا الديزاين ديالها، شوف كاينين فقط 5 القطع باش نقولوها من هنا الاخوان، 5 البياسات اللي كاينين. شوف معايا الطابليت اللهم بارك كيفاش دايره، شوف ديالها اوريجينال، ها هو 20 واط اوريجينال. كابل ديالها شي بزاف ما غاديش تبقى تسنى النهار كامل باش عندك ساعه ونص حتى لساعتين ديال لاشارج، وخا الباتري ديالها كبير. شوف معايا الطابليت اخويا كيفاش دايره، شوف 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 اللهم بارك لونوفو في المضروبه. الماتيريال ديال اخويا كيفاش داير، كاميرا فلاش هنا اللهم بارك، هي تشيبسي شاب كواد سبيكر، يعني عندك الباف هنا والباف هنا، وعندك عاوتاني اربعه وعندك جوج هنايا. شوف معايا شوف معايا اخويا الحواف صغارين، شوف الطابليت كيفاش دايره، شوف 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 البروسيسور ديالها الاخوان يعطيك واحد السلاسه ماشي عاديه. كيفاش دايره الاخوان، مش خدم نورمال اي حاجه باش تدخل ليها هنا، يعني واحد السلاسه فيها زوينه الاخوان. الكاميرا ديالها حتى هي ها هي، شوف معايا الكاميرا ديالها، شوف هنا كما قلنا الاخوان 628 طاب بي 11 بلس، شركه ديال لونوفو الاخوان عارفين الكاليتي ديالها. لا شارج نسا، يعني جامع لك باتري كبير، بروسيسور مزيان، ديزاين وحجم لي زوين ما فيهش الحواف بزاف، اكليراج وافيشور مخيره الاخوان. قلنا هاد البلس بالزيد على الطاب بي 11 اخويا، هذه الاخوان زايده ان فيها الكاتجي، يعني تقدر دير فيها لاكارت سيم وتخدم بها الكاتجي، عكس البي 11 اللي كانت فيها غير البي 11 فيها غير الويفي وفيها غير 4 جيجا في الرام، يعني ما فيهاش 6 جيجا في الرام، وفيها غير 64 جيجا دي فيها 128 جيجا. انا الاخوان ديالها الحقيقي هذه راه كتباع ب 2500 درهم في هذا البرومو، هاد 5 البياسات غنديروا لهم ثمن خيالي، اللي بغاهم ما يفلتش الفرصه. طابليت بحال هذه جديده غتاخذها ب 2299 درهم، 2299 628 حاجه الاخوان طوب، يعني ما غاديش تلقى شي طابليت في هاد الثمن اللي قلت لك دابا احسن من هاد. الكونفيغوراسيون اللي خاصو شي حاجه الاخوان، ليفريزون راه المغرب كامل كما قلت، غنعاود نذكر كاينين 5 ديال القطع الاخوان، هاي وحده حليناها هنايا هي هذه، بقاو 4 اللي خاصو شي حاجه. الف مرحبا، تبارك الله عليكم.